كالسيوم وكلمنا عن الهايبر بارا ثايروديزم از جاد ايتيولوجي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن. الجزء ده سؤال جراحه, ده سؤال جراحه شهير هو الهايبر بارا ثايروديزم. سؤال البطنه اللي بيجي في المنطقه دي هو ديفرنشال دياجنوستس اوف هايبر كالسيوم. فينش دايجنوز اوف هايبركالسيم, ده السؤال الشهير اللي يجي في البطنه في الباثايرويد. واضح ايه كوزز اوف هايبركالسيم؟ الكوز اوف هايبركالسيم ممكن يبقى انكريز انتيك او انكريز ابزوربشن او ديكريز اكسكريشن أو increased mobilization from both. عرفت؟ يا إما عامل قلق ليه قلق؟ الهايبر كالسيم يا إما increase intake يا إما increase absorption يا إما increase excretion يعني increase mobilization from the bone. And increase intake ازاي increase intake يعني hypercalcemia؟ زمان كان عينين peptic ulcer, زمان كان عينين peptic ulcer كانوا بيقولوا لهم يشربوا لبن على اساس ان الميلك الكن فيريح, بس كانت المشكله ان الميلك يحتوي على كالسيوم والكالسيوم بيزود جسرين, فالعيان كان يشرب اللبن يستريح مؤقتا وبعدين يولع بعد ساعتين, فكان يشرب لبن زياده يستريح مؤقتا يولع بعد ساعتين يشرب تاني, فكان العيانين بيشربوا كميه لبن كبيره جدا, ودي كان اسمها ميلك الكالي سندروم. ميلك الكالي سندروم العيانين اللي كان عندهم بيبتي كاسر كانوا بيشربوا كميات لبن كبيره كلاين اوف تريتمنت للبيبتيك ألسر, فده كان ممكن يعمل هايبركالسيم. برضو من ضمن اسباب الانكريز انتيك ان عيني يبقى عنده هايبوكالسيم وانا عملت له ايه؟ اوفر تريتمنت, يبقى عنده هايبوكالسيميا وانا عملت له اوفر تريتمنت, عيني اديته كالسيوم زياده عن اللزوم كعلاج للهايبوكالسيم, ده انكريز انتيك. الانكريز ابزوربشن لو فاكرين الحاجات اللي كانت بتزود الابسوربشن اوف كالسيوم كانت ايه؟
HCL فيتامين سي فيتامين دي باث هرمون هرمون غوث هرمون ايوكسين كاتكولامين. وكان ايه اللي بيقلل الابسوربشن؟ الكورتيزون وفايتيتس وفوسفيتس. طيب لو عايز اعمل هايبر كالسيم بص اعمل ايه؟ اولا فيتامين دي انتوكسيكيشن اوفر تريتمنت بفيتامين دي. في حاجه شبه الفيتامين دي انتوكسيكيشن جرانيولوز. اي ديزيز يعمل جرانيولوز يعمل هايبر كالسيم زي التي بي والهالزيزيز والساركويدوزيز. ايش معنى؟ الجرانيولوما بتطلع الفا 1 هيدروكسيليز ده انزيم بيأكتيفيت فيتامين دي. انزيم بيأكتيفيت ايه؟ فيتامين دي. اي جرانيولوما بتطلع الفا 1 هيدروكسيليز انزيم وده بيأكتيفيت فيتامين دي. فاي عيان عنده جرانيولوما يعني عنده اكسس فيتامين دي اكتيفيشن وده يعمل هايبر كالسيوم. ده اللي يفصل لعيانين البلهارسيزيس والتي بي behave by calcification. يعني الانفكشنز بتجيب بفايبروسس لكن in case of TB and bilharziosis behave by calcification. مفهوم ولا لا؟ لان الجرانيولوما بتطلع الفا 1 هيدروكسيليز بيأكتيفيت فيتامين دي. ممكن تبقى القصه هايبر بارا ثايرويديزم. لو قلت هايبر بارا ثايرويديزم يبقى غلط. لازم اقول برايمري اند تيرشن سكندري ما يعملش هايبر كالسيم. مفهوم؟ ممكن تبقى القصه اكوميكال ثايوتوكسيكوسس تيوكومو سايتوم او اديسون. اذا كان الكورتيزون بيقلل الكالسيوم ابسوربشن يبقى في الاديسون يعني ما فيش كورتيزون الكالسيوم ابسوربشن يزيد. مفهوم؟ ده الانكريس ابسوربشن. من ضمن الحاجات اللي تعمل انكريس ابسوربشن الكالسيوم ايجيوباثيك فاذر ريزن. مفهوم ولا لا؟ ممكن تبقى القصه ديكريس اكسكريشن يعني قلل الكالسيوم اكسكريشن ان يورين. ديكريسد اكسكريشن اشهر حاجه الفازايتس. لو لا قدر الله حد منكم فاكر اللوب دايريتكس والفايزايتس كانوا نفس السايد افكتس ما عدا ان اللوب كان بيعمل هايبر. الفايزايتس هايبر. الفايزايتس تمنع الاكسكريشن اوف كالسيوم تعمل لك هايبر كالسيوم. من ضمن الحاجات اللي تمنع الاكسكريشن اوف كالسيوم فاميليا هايبوكالسيويك هايبر كالسيوم. فاميليا هايبو كالسيويك هايبر كالسيوم. عيلة حتى الكالسيوم ما بتنزلوش في البول. عيلة حتى ايه؟ الكالسيوم مش هقدر تنزله في البول. تحتفظ حتى بالكالسيوم ما بتنزلوش تنزله في البول. فاميليا هايبو كالسيويك هايبر كالسيوم. ده بيبقى لينا التيبيولار ديفكت. مفهوم ولا لا؟ Decrease excretion خلصنا منه. Increase mobilization of calcium from bone. Increase mobilization of calcium from bone بيبقى سبب واحد metastasis. في نقطة مهمة في الحتة دي. ليه المتاستاسيس يعمل هايبر كالسيوم؟ بياكل في العظم يعني؟ ده معناه زي ما انكم بيقولوا لي المتاستاسيس بيعمل هايبر كالسيوم عشان بياكل في العظم. ده معناه ان اي متاستاسيس يعمل هايبر كالسيوم. صح؟ Which is on. الطرح ان مش اي متاستاسيس بيعمل هايبر كالسيوم. المتاستاسيس بتاع سيرتن تيومرز. البونكوجينيك كارسينوما في الباتربول مايلوما. اشمعنى دول بالذات؟ المشكله بجد مش في ان المتاستاسيس بياكل في العظم. المشكله ان التيومرز دي المتاسس بتاعها بيطلع ميديتورز بيطلع باث هرمون هرمون لايك ماتيريال
osteoclast activating factor TNF alpha prostaglandins in mediators teeth هي اللي بتactivate osteoclast خليها تاكل في العظم يبقى مش اي ميتاسيس لازم يبقى functioning ميتاسيس بتاع oncogenic carcinoma او multiple عشان نطلع الميديتورز دي ونأكتيفيت الاوستيوكلاست ونعمل موبيلايزيشن للكالسيوم من البون للدم مش اي ميتاستاسيس واضح من ضمن الحاجات برضه بتعمل موبيلايزيشن للكالسيوم من البون تو ذا بلاد ستريم ولون تو كامبس زي عيان خاطريه عيان بابليشيا تعالى ما يبقى فيه جرون تو كامبس الاوستيوكلاست يبقى overactive عن الاوستوبلاست يبقى في بريك داون للبون واضح؟ دي الكوز سرفايفر كالسيوم ده سؤال مشهور جدا سؤال مشهور جدا طيب بسكاكو المعهود اللي انتم معودين عليه سكاكو معهود ازاي نعالج الهايبر كالسيوم بصوا لنا علاج الهايبر كالسيوم هنا احنا نقلل الانتاج نقلل ابزوربشن نزود ونصب الكالسيوم في البول حاسين بايه عادي عايز هتعالج هايبر كالسيوم هتقلل ايه؟ يعني ايه تقلل الانتاج؟ ما يشربش لبن وما ياكلش مشتقات الالبان معرفش محدش يقول لي زبادي وجبنه ورز بلبن يعني هتقلل الكالسيوم اندايت مش كده ولا لا؟ ده تجهيز ايه؟ انتاج ازاي نقلل الابزوربشن؟ شايف؟ ازاي نقلل ابزوربشن؟ بص هنا نقلل ابزوربشن انك تدي كورتيزون ونقلل ابزوربشن ان احنا ندي اورال فوسفيت تابلتس اورال فوسفيت منطقي ولا لا؟ نعمل ايه؟ كورتيزون ونقلل الفوسفيت كورتيز ازاي نزود الاكسكريشن اوف كالسيوم؟ نتي لوب دايريتكس مش احنا قلنا الفرق بين اللوب والثايزايتس ان اللوب بيعمل اللوب بيعمل هايبو والثايزايتس يبقى من ضمن الحاجات اللي انا عالج بيها العيان ان انا اديله لوب دايريتكس عشان انزل الكالسيوم في البول بس لازم ادي مع اللوب دايريتكس سلايم ليه؟ لا عشان عندي اصلا دي هايبريتي اللي عندك كان عنده دايابيتس انسيبيتس احنا قلنا الكالسيوم بيخلي الكدني لا تستجيب لحد الان كومو واللي عندك كان عنده بوليوي فايز اكشولي دي هايدريت فازاي دي هايدريت وديله لازمس لازم ابقى مدي معاها سلايم يبقى عشان تزود الاكسكريشن هتدي لوب دايريتكس بس يو هاف تو جيف طب اف العين مين فين؟ هندي كالسيوم كليتنج ايجنت ايديتا كالسيوم كليتنج ايجنت لايك اد او اعمل دياليسيس عشان كاسب على دياليسيس او ادي انترافينوس فوسفيت لما ادي انترافينوس فوسفيت هيتعب مع الكالسيوم ويبريسبيت ان الكالسيوم يقل بس this is very dangerous لما تدي انترافينوس فوسفيت this is very dangerous الفوسفيت هيتعب مع الكالسيوم ويبريسبيت بالهارت هارت بلوك it is very dangerous
عيان ما بيجيبش بول عيان هنا فين هدي كالسيوم كليش زائدت او اعمل دياليسيس هودي له انتروفينوس فوسفيت which is dangerous. الحل الاخير انك تعمل بريسبيشن الكالسيوم ان بول. ازاي؟ بننتي كالسيتونين انيمال كالسيتونين. الكالسيتونين الموجود في السوق مشتق من السلم. سمك السلم. عشان كده حتى في سؤال في الدكتوراه بنحب يعني ايه؟ ده العميد الشباب بتاع الدكتوراه. نقول له لما تيجي تدي كالسيتونين ايه البريكوشنز اللي تعملها؟ انك لازم تسال عن الفيش الرجي. الرجي تو فيش. اللي هو مشتق من ايه؟ السلم. السلم بيتعمل منه زي ما انتم عارفين. سندوتشات السمون في مين؟ بتاخدها المدرسة وانت صغير. ماما كانت بتحط لك سندوتشين السمون في مين؟ وسندوتشين كافيار. ما كانش كافيار ما بتحبوش. المكدوس تم. كانت بتحط لك اثنين مكدوس واثنين زعتر وخلصت معاك. فالقشتين وقفوا. ما علينا، وصولا يا شباب. السمك السلم اللي هو اللي بيشتق منه الكالسيتونين اللي بنعمله عشان يوصل الكالسيوم ان بول. لكن في ادويه ثانيه ممكن تستخدم. في مجموعه اسمها البايفوسفونيتس. المجموعه دي بتنهبت الاوستوكلاست. بتنهبت المجموعه دي فيري افكتيف بس فيها عيب خطير. المجموعه البايفوسفونيتس بتعمل جي اي تي اريتيشن. لدرجة ان هي بتعمل اوسوفيجيال ستريكتشرز. واضح؟ فما تقدرش تستخدمها لفترة طويلة. دول بيعملوا انهبيشن اوسوكلاست. في دواء شبههم اسمه ميثرامايسين. ده كيمو ثيرابي. برضه بينهبت الاوسوكلاست. هندي اندوميثاسين. الاندوميثاسين. اندوميثاس ده ايه؟ نايس ما تيجي من ضمن الحاجات اللي كان بيطلعها الميتاسس بوستا جلاندس كان بيطلع اوست كلاس اكتيفيتنج فاكتور وكان بيطلع فافومون هومولايك بكتيريا وكان بيطلع تيومر نيكروز فاكتور الفا وكان بيطلع بوستا جلاندس فبدي نوع ستيرويدز عشان تنهبت بص بس واضح؟ Finally, you have to treat the underlying cause. يعني لو المشكلة هايبربارت ايوديزم هتعمل سيرجيكال ريسكشن للتيومر. لو نعالج هايبربارت ايوديزم تيومر هنعمله سيرجيكال ريسكشن. لو مال ابزوربشن هنعالج المال ابزوربشن. You have to treat the cause. السؤال النظري بتاع البطنه هو الكورسز والتريتمنت اوف هايبر كالسيوم. الجزء بتاع الباراثايرويد ده للجراحه. مفهوم؟ اتفضل. الاندوميسيتين. الاندوميسيتين. ده نون ستيرويد. عشان العب بوست جلاندس. لكن مش ممكن يجيب لنا كانسر؟ تدي اتش 2 بلوك المشكله. انت ما بتديش نون ستيرويد لوحدك؟ اي عيال تانيه؟ عشان يعني هو اصلا عنده زياده في الثلاثه. اه اتش تو بلوكر ما بيقدرش. معاه ولاد؟ طيب النقطه الثانيه بقى. نعم. ستريكتشر اوف اوسوفيس. الهارت كان الهارت بلوك عشان خدها هايبر كتسيما المره اللي فاتت. يا دكاتره هخش على موضوع تاني اللي هو الهايبوكالسيم او الاسم الاصح تيتان. الاسم الاصح تيتان ليه؟ اسمعوا الديفينيشن وانت هتفهمه اصلا. It is decreased sorry التيتان is increased in new muscular excitability. It's increased in new muscular excitability due to decreased ionized calcium or magnesium.
الاصح ان انت تكون ايه؟ العين. مش لازم القصه تبقى كالسيوم. تاني تاني باي ديفينيشن is increase in neuromuscular excitability due to decreased level of ionized calcium or magnesium. اسم الاصح التيتاني مش هايبوكالسيميا. هايبوكالسيميا جزء من التيتاني. مفهوم ولا لا؟ السؤال بقى ايه الاتشارجي اوف تيتاني؟ احنا نقلل مين؟ الكالسيوم. ازاي نقلل الكالسيوم؟ نقلل التين، نقلل الابسوربشن، زود الاكسكريشن، نخليه ديبوزيتيف. يبتدي اروح حاجه بديكريز انتيك. ازاي تقلل الانتيك اوف كالسيوم؟ ستارفيشن مالابسوربشن. نقلل الانتيك بستارفيشن او ديسفيجي. عيان عنده ديسفيجي ما بياكلش كالسيوم صافي اسباسيوم. مفهوم ولا لا؟ طب دي نقطة. ازاي نقلل الابسوربشن؟ بابوتي. ازاي نقلل الابسوربشن؟ اكلو هايفر ساعات اتروفيك جاستريتس جاستريكتوم جاستريك كارسينوم فيتامين سي ديفيشنسي فيتامين دي ديفيشنسي هايبو بارا فايوديزم ميكسيديما بان هايبو بيتيدريزم كوشي. تاني ازاي نقلل الابسوربشن؟ بص لنا اكلو هايدرو اتروبيك كاسكايتس جاستريك كارسينوما كاسكريت فيتامين سي ديفيشنسي فيتامين دي ديفيشنسي هايبو بارا بايوديزم بان هايبو بيتيتريزم ميكسيديم كوشي او اكسس فوسفيت او فايتيتين دايت. مفهوم ولا لا؟ عايز بس الهايبوبارثايوديزم. ايه اللي ممكن يعمل هايبوبارثايوديزم؟ احنا قلنا ايه هو ناقص ايه بقى؟ سيرجيكال موفر ريديشن اوتو. هنضيف عليه حاجه اسمها ديجورج سندروم. ديجورج از كونجينيتال ابسنس اوف بارثايرويد اند فايبرز. ديجورج سندروم از كونجينيتال ابسنس اوف the parathyroid gland and the thymus is what he shows. Goiter ممكن يعمل hypoparathyroidism. The blood supply is called diverted to a thyroid away from the body. Again, the hypoparathyroidism as babu surgical radiation auto immune عدد ولا لا؟ يبقى دي جورج او جويتر. في سبب very rare. الطفل هو بيتولد لو عامل ماركت فليكشن اوف ذا ليج ممكن يعمل انتر جلاندولا هيموج بيسموها تيتانيا نيوناتورا. لو في ماركت فليكشن اوف ذا ليج دون ليبر which is very rare يعمل انتر جلاندولا هيموج اسمها تيتانيا نوناتور. طيب ده ازاي نقلل ايه؟ ابسوربشن. ازاي نقلل ابسوربشن؟ عايزين نزود الاكسكريشن. ازاي نزود الاكسكريشن؟ لوب دايركتس يا غباء. لوب دايركتس في ايه كمان يزود الكالسيوم نص اليوري؟ حاجه خطوها في اطفال اسمها فيتامين دي ريزيستنت ريكتس.
البلغية. انتوا الأطفال كلها البلغية السنة دي. كم؟ فيتامين دي ريزيستنت ريكتس. عين عنده ديتكت اوف ريسبتورز اوف فيتامين دي ان ذا كيدني. That's why he's losing calcium in urine. يعني مشكلة في الكيدني اللي هي بتنزل كالسيوم كتير. اسمه فيتامين دي ريزيستنت ريكتس. والداتوني فانكوني هابالوني سندروم. في فانكوني سندروم خطوه في الأطفال. في رينا تشيبيوس تحكيلنا. يبقى عندهم جلوكوزوريا، أمينو أسيدوريا، كالسيوريا، عباسوريا، أي حاجة. طيب عايزين نزود السبيشال كالسيوم في البول. ازاي ترسم الكالسيوم في البول؟ في حاجة اسمها هانجري بون سندروم. ده سؤال براحة في الشفا. يقول لك يعني ايه هانجري بون سندروم؟ بص هنا، عيان كان عنده تيومر في البطن ايوه، بيطلع بطنه منه. التيومر ده عامل زي الحاكم الصغير، بيطلع بطنه منه. البطن منه ياخد الكالسيوم من البول يوديه للدم غصب عن عين البول. يعني واضح ان الدم موالف مع التيومر. التيومر بيطلع بطنه من هرمون ياخد الكالسيوم غصب عن عين العظم يوديه للدم. جيت سيادتك رحت شايل التيومر وقفت له في التحرير وشيل. انت شلت الحاجة من الصالب. البول هياخد كل الكالسيوم. طالب حق ياخد الكالسيوم من الدم. بعد العملية الميديت يبتدي البول ياخد الكالسيوم من الدم. فبعد العملية العين يخش في تتر. عشان كده لازم العيان لما نشيل التيومر وهو خارج من العمليات نديله كالسيوم. لو خدتوا بالك كل عيانين وهم خارجين يعني الثاني توكسيكوز العيان وهو خارج يديله الدايوكسين. الكوشي وهو خارج يديله كورتيزون. هنا العيان عنده هايبوثايرويديزم شلت التيومر وهو خارج يديله كالسيوم. مفهوم؟ والا يحصل هانجري بون سندروم. الحاجة التانية اللي ممكن تخلي الكالسيوم يتلص في العظم أكتر. Over treatment by biphosphonates. واحد عنده هايبركالسيم. وأنا اديته أوفر دوز أوف biphosphonates. خلاص الكالسيوم زاد على اللزوم ودخله في إيه؟ في هايبركالسيميا أو كده. واضح؟ مع ولاد ولا لا؟ طيب. ولاد أبو إسماعيل هنا أخبار. أولاد أبو إسماعيل الورق إيه الأخبار؟ أهلا بابا نايم؟ هو اللي نايم الورق؟ مش سامع دلوقتي طاشت ها؟ فين أولاد أبو إسماعيل؟ قلت إن أولاد أبو إسماعيل يوم عشان الله والسيور قال انت بختارونا تاني من الطالب. لكن انوي نعم يا سيد نعم يا عمي نعم زي ما انت نعم جنب الحيطة. مش المفروض ان واحد من الوقت ناضي مفيش اخبار خالص بس مفيش اي حاجة يا ابني مش قلتوا يوم الاثنين؟ قلتوا لنا انتظرونا يوم الاثنين؟ الاثنين الجاي؟ آه من أمتي ضحكت من جهلها الأمم. الله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا جدع احنا جبنا واقع من حداها صحة حتى بس واقع. كلامه خلاص تاخد اي واقع حتى لو في الحلقه صح بس عايزين واقع. المهم ما علينا خلاص اشبعوا بيه والله مثلا
لا الباشا مشي، انا ما اقدرش اقعد في البلد بعد ما الباشا مشي. انا مش هقعد في البلد بعد ما الباشا مشي. انا خلصت خلاص عليه وديكم وقعتكم وننطلق. عشان لا 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 من غير فرمان عليك خلاص، ما دام انتوا اللي بقيتوا موجودين ملهاش لازمه القعده في البلد، ملهاش لازمه القعده في البلد خالص. بصوا لي انا مش فرصه يعني علشان طب كندا كان بتاعتنا، كندا كندا واستراليا، ما احنا كنا ناخد تاشيره كندا واستراليا لما كنتوا عايزين تطلعوه. لا 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 انتوا ستة ابليس، انت ستة ابليس. انا ستة ابليس. طيب ما ليه ما تخلص؟ انا بتكلم على ستة ابليس. انا شخصيا بدور على طنط اسماء مش هي. وحشتني. هي راحت فين؟ هي فين طنط اسماء؟ فين لما كنت بتكلم عن الحوار كنت بتطلع شويه عيال ويقولوا لي ازاي ده احنا نعرفهم دول ملايكه؟ فين اسماء يا ولد؟ فين اسماء وفين الواد طلع بتاع ستة ابليس؟ عشان تعرفوا لما تقولوا كلام ما تبقوش زي الغب بتسمعوا اي حد وماشيين وراه وما تسمعوش كلامنا وشايفين ان احنا مفتعين وصادق. ايام ما كنت بقول عليها خاينه بنت 60 في 70 وعميله بنت ميتين. ايوه ارد عليك ولا بلاش؟ ارد ولا بلاش؟ بلاش. ففين طنط اسماء؟ هي مش موجوده بتدافع عن الحريات ليه؟ فين الاقرع بتاع ستة ابليس فين؟ بس هي الحركه ما بتنساش الحركه؟ الحركه بتشتغل فين؟ الحركه شغاله من زمان؟ لا لا بلاش 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 يا بلاش. الحركه شغاله حسبي الله ونعم الوكيل. المهم ولا بنت كل ما نلف وصول هنا الكوز وايب كالسيمي كان دمانش انتيك increase absorption increase excretion increase deposition of wall. ده بيقلل التوتال كالسيوم، يعني التوتال كالسيوم من 9 ل 11. الاسباب اللي احنا قلناها دي هتخلي الكالسيوم يبقى اقل من 9، التوتال كالسيوم يقل. لكن انا ممكن اعمل لك تيتن من غير ما اقلل التوتال كالسيوم، ان انا اقلل الايونايز بس. يعني بص معايا بقى الكالسيوم احنا قلنا اما ايونايز يا متشال على القلب ده لنفرض 5 وده 5 مللي جرام التوتال 10. لو عندي الكالوسيس الايونايزد يمسك في القلب هيبقى ده 3 وده 7. التوتال ثابت ولا لا؟ بس الايونايزد كالسيوم قل فالعين يبقى عنده تيتال. وده نورمال توتال كالسيوم. انا ممكن اخليك يبقى عندك تيتاني without a decrease in total calcium. اقلل بس مين؟ الايونايز بان انا اعمل الكالوس. ازاي اعمل الكالوس؟ ممكن اعمل الكالوس عن طريق الوش اوف اسيدز. وش اوف اسيدز ممكن يبقى ريسبيراتوري. فاي عيان عنده هايبر فنتيليشن. اي عيان بيبقى هايبر فنتيليتنج بيوش كربون دايكسايد. زي هيستيريا. الشحتات. انكيفالايتس. مش كده ولا لا؟ بتعمل هايبر فنتليشن وبتخليك تلوش كربون دايكسايد ده يعني الايونايز كالسيوم اللي خلاك في تتر. ممكن للوز اسيدز عن طريق جي اي تي فوميتي او عن طريق كدني كونز سندروم. الادوسيل كان بيخلينا نفقد هيدروجين اليوم كان بيعمل لنا الكالوز. مش كده ولا لا؟ ممكن تبقى القصه اكسسيف جين اوف الكل اوفر دوز اوف صوديوم باي كربونات او ماسيف بلد ترانسفيوجن. ازاي الماسيف بلد ترانسفيوجن يؤدي الى الكالوزس؟ الدم اللي فايت الدم
محطوط عليها حاجه اسمها سيترينت. السيترينت الغلط منه انه يبايند الكالسيوم اللي في كيس الدم عشان يمنع ان يحصل كلوتي. مفهوم ولا لا؟ لما تنقل دم كتير انت بتنقل سيترينت كتير. السيترينت بيتحول جوه الليفر الى بايكار. فالعيان بياخد دم كتير بيحصل له الكالوزيس نتيجه الكونفرجن اوف سيترينت انتو بايكار. مفهوم؟ تاني انا ممكن اعمل لك الكالوزيس باي لوزينج اسيد او جينينج الكال. لوزينج اسيد يا اما عاطين هايبر فنتيليشن فومتنج او كونسنترو. جينينج الكال overdose of bicarb L massive transfusion of citrate blood. يعني citrate هيتحول في الجسم الى bicarb. في عندكم مكتوب chronic renal failure مش كده؟ بس ما عليك هقول لكم شو هذا بس بسرعه. الحاجة التانية وصلني انا يا ابني، انا ممكن اعمل لك تيتاني بان انا اقلل المغنيسيوم مش اقلل لان التعريف كان ياما نقص ومغنيسيوم. المغنيسيوم بيقل في الدايوريتكس او العين عنده مال ابزوربشن. مفهوم؟ طيب الكلينيكال بيكتشر اوف تيتاني، اعتقد ان انتوا خدتوا التيتاني في الاطفال ولا ده شطر غلط؟ عشان وايكم ترحتوا اخر السنه انا هعرض عليكم بروجيكتور. انتوا مش شايفين بعض؟ لا والله انا هعرض عليكم يعني هجيب لك بروجيكتور ونشوف نفسك انت وزمايلك شكلكم عامل ازاي. اما اتشليت ما يبقاش اسمي شافعي. كلينيكال بيكتشر اوف تيتن. التيتن دي كلينيكال بيكتشر متقسمه الى ليتنت ومانيفست. ليتنت اند حد عارف؟ الليتنت يبقى كالسيوم من 7 ل 9 والمانيفست حد معترض على التقسيمه دي؟ اولا التقسيمه دي غلط ليه؟ لان ممكن يبقى الكالسيوم نور والعيان عنده تيتن. لو ناقص الايونايز ولو ناقص مغنيزي يعني معنى التقسيمه دي مش صح. التقسيمه دي تعتمد على التوتال كالسيوم بس. فالتقسيمه دي اكشولي از نوت رايت. لكن اني واي التقسيمه دي موجوده في كل الكتب انك تقسم التيتن الى ليتنت اند مانس. مصيبه دي واحده. الليتنت تيتن اللي هو كالسيوم ما بين 7 ل 9 العيان is not manifest. العيان ما بيجيش يشتكي. لكن انت اللي بتزرع عليه المانيفستيشنز. بتعمل له حاجه اسمها provocation tests. العيان اللي هو later is not complaining ما بيشتكيش. لكن في تيست نعملها له عشان يبين المانيفستيشن عنده. هو اللي عنده increase في neuromuscular excitability ولا لا؟ فبيعملوا ايه؟ بصوا لي هنا. لو عيل عنده انكيس في نيو ماسكولار اكسايتابيلتي لو خبطت له على النيرفز يحصل فيها نيرف امبلس. فبنيجي هنا ان فرونت اوف ذا تريكس نعمل كده كده. انت بتضرب الفيشيا. الفيشيا طالع هنا داخل على المواطن. انت كده بتضرب. لما تعمل العيال كده بص اللي هيحصل له. خبطت كده يحصل له تويتشنج على السيم سايد اوف ذا فيس. لان في مصدر في الفيشل عمل اكتيفيشن للفيشل ماسلز. في نفس الوقت لو خبطت بصبعك على البيرونيال نيرف. فين البيرونيال نيرف؟
عند ناكو فيبيا. البيونيان نير بيسبلاي اني عضلات بيونيان ماسلز. يعني مش استغربت ان انا بسال السؤال ده، بس انت الوحيده اللي جاوبت. بقول البيونيان نير بيسبلاي مين؟ قال لك يا ترى مين بيونيان ماسلز؟ مين هم البيونيان ماسلز؟ لونجس وبريفس وترشس. لونجس وبريفس وترشس لما تخبط على نيكو فيبيا استمرت البيونير نيرف يحصل ايفيرشن اوف فود. يحصل ايه؟ ايفيرشن اوف فود. واضح؟ الاثنين تيست دول على بعض اسمهم تشوفيسكي تيست. اسمهم تشوفيسكي. في حاجه ثانيه عشان التيست نيو ماسكولار هايبر اكسايتابيلتي، انك تيجي للعيان اللي عنده ديكريس في نيو ماسكولار اكسايتابيلتي تعمل له ايه؟ العضله الطبيعيه علشان تكونتراكت محتاج الكهرباء 8 ملي امبير. العيان ده كفايه 4 ملي امبير ان يعني اعمل له ستيميليشن عضله تكونتراكت. يعني العضله الطبيعيه عشان اعمل لك ستيميليشن عشان تكونتراكت محتاج كهرباء قد ايه؟ 8. العيان ده كفايه لان عنده نيو ماسكولار هايبر اكسايتابيلتي. ده اسمه ايربس تيست. ايربس تيست. في تيست تالت انك تجيب جهاز الضغط السفنجمانومتر وترفع الضغط فوق السيستول. يبقى العيان يجي له ايه؟ كاربوبيتال. ازاي؟ كاربوبيتال. لو ربطت جهاز الضغط هيجي له كاربون اسماز. هيجي له ايه يا ابني؟ كاربون اسماز. ايده تعمل كده. كاربون اسماز معناها ادكشن اوف ذا ثامب، extension في الانترفارينجيال، وفليكشن في الميتاكاربو فارينجي. تاني يعني ايده عامله كده. في ادكشن اوف الثم، extension فين؟ الانترفارينجيال اند فليكشن اند ميتاكاربو فارينجي. واضح؟ ده اسمه تروسوتيست. الغرض منه انك تعرفه علشان في سؤال شفوي شهير، استخدامات سفنجمانومتر. في سؤال في الشفوي بيسالك عنه اللي هو استخدامات جهاز الضغط. هتقول له بنقيس بيه البلد بريشر، بنستخدمه كتورنيكي، بنعمل بيه هيس كابلي فاجيلتي تيست، بنعمل فيه تروسو تيست. انا مش معترف بالليتن تيتاني دلوقتي، لان الليتن تيتاني ببساطه شديده ايه؟ السيرم كالسيوم. ليه تقعد تخبط العيان؟ ما تقيس السيرم كالسيوم خلاص. مفهوم ولا لا؟ الكلام ده كلام قديم قوي. نيجي بقى للمانيفست. مانيفست تيتاني. مانيفست تيتاني. تعمل كده يبقى حاسس. ده العيان ده كان سبعة. ده لما كنت أنا والله هنا للصبح مش هيحصل. أولاد أنا عارف إن بيجي لكم، أنا عارف إن في ضغط عصبي عليكم. لا السنة اللي فاتت لقيت واحدة ماسكة الكتاب بتاع الشيست، ماسكة الشيست إكس راي على الصورة الفاضية، وعمالة تعملها بالكشف. ده بتوصل لمراحل عادية. ده ما بيتكشف لصورة اكس راي. بصوا هنا يا اولاد، مانيفست يعني العيان هيشتكي. مانيفست يعني العيان هيشتكي. يجي لك يشتكي بايه؟ يا اما الجسم كله يحصل فيه كونفولشنز. الجسم كله يحصل فيه convulsions. Actually hypocalcemia is one of the causes of epilepsy. Generalized convulsions. أو إن يحصل spasm in certain muscles of the body. Spasm في the muscles of the face.
بيعمل حاجة اسمها لايزس سالدونيكس. لايزس سالدونيكس وش العيان بيبقى عامل زي الصورة اللي فوق الأبيض وأسود. بصوا لي هنا بيبقى عامل كده بالظبط بالظبط كده. ليه سموها لايزس سالدونيكس؟ الأصل التسمية فيه ليه تفسيرات كتير. يعني ليه سموها لايزس سالدونيكس؟ قالك أولا جزيرة سنتيني اللي هي قبرص رودس سنتيني عارفينهم؟ كانت في حيوس صحيح. بس هتوش عن جزيرة سنتيني مشهور جدا ده مصر مشهور بيروحوا فيه شهر حاجة اسمها شهر عسل. حاجة اسمها شهر عسل بيروحوا هناك رودس وسنتيني بلطين زي بلطين حاجة شبه بلطين بالظبط في رحلة بتطلع رودس قبرص ترجع بلطين على طول. جزيرة سنتين فيها نبات سام فيها نبات سام. لما كانوا أهل الجزيرة دي بيحصل إن هما كونتامينيت الأكل بتاعهم كونتامينيت بالنبات ده كان بيجيلهم جنرالايز بودي سباز ويموتوا وشهم عليه المنظر ده اللي فيه سبازم في الفيشل ماسلز. في تفسير تاني قال لك it is the better smile of the devil. better smile of the devil الشيطان لما بيجي في ميكي ماوس وناسك عصايته الشوكة دي وديله اللي هو المسلسل اي واحد بيضحك الضحكة بتاع الشيطان دي هي الرايز السلطاني. ليه قالوا كده؟ قالوا ان برضو سكان جزيرة سنتين كانوا زمان يقدموا اضاحي للالهة. الاضحية كانت السينيور سيتيزنز الكبار السن كان بيقدموا تضحية بيهم للالهة وبيقفوا على الجثث وبيحتفلوا بيضحكوا ضحكات شيطانية. شايفين اليم على فكره في قبائل كانت بتضحي بالاطفال. لا اطفال منتج يا دكاتره. فالايز السالدونيكس اصل التسميه ما ينفعش بس لو حد يدرس اللي بيسال السؤال ده الدكتور جمال السعد. وبيني وبينك لو دخلت قلت له بس انا حتى لو جبت It's useless. مش فارق تعرفه او ما تعرفهاش It's the same reason. على فكرة هو طيب جدا وبيدي فول مارك. يعني خش ولا ما خش؟ خش بينك اليمين يا طبيب. دكتور جمال السعدي من الناس هو بيسألك كذا سؤال كده شو بالليفل بتاعك بس لازم يخرجك كنت حاسس ان انت ضايع ان اللجنه دي زيرو بس تفاجئ انك واقف في النار هو بيحطم لك اعصابك دي واقف بس كين هو كين خلاص مدام انا في النار والله او حتى يمسكني من المناخير يعني مش كده انا ما فيهاش معايا اخد في النار وخلاص. لكن anyway دي رايز السادوليكس سبازم اوفيشال ماسلز ممكن الاسباز يبقى في جو اسمها تريسموس ممكن يبقى اسباز من في اللايمس يعمل سلايدر اسمها لينجيسموس سلايدرس and this is emergency you might die اسباز من في اللايمس. ممكن يبقى اسباز من في المصص او الضعفان يعمل هيك صوت اوكي اوكي يا استاذ نسيت ممكن الاسباز بالدايفرام يعمل هيك ممكن الاسباز اوف يونري باندر يعمل انكونتنس اوف يوري ولو الاسباز اوف ذا سفنكتر يعمل ريتنشن اوف يوري
ممكن يبقى سباز في الباك ماسلز يعمل ايبيتالس ارش الباك. شايفين الصور؟ ارش الباك بوزيشن سباز اوف ذا اكستنسورز اوف ذا نيك اوف ذا باك ده اسمه ايبيتالس الصور اوف ده. واضح؟ ده as regard spasm of the muscles. العينين اللي عندهم manifestation ممكن يبقى عندهم clinical picture of hypocalcemia. خد بالك الكلام اللي انا هقوله ينطبق بس على العينين اللي عندهم decrease في total calcium. clinical picture of hypocalcemia هتبقى موجوده في العينين بس اللي عندهم decrease في total calcium. لكن العين اللي عنده نقص ionized calcium مش هيبقى عنده كلينيكال بيتشر دي. فاهميني ولا لا؟ الكالسيوم توتال كالسيوم لما يقل من فوق لتحت اي يعمل كاترايت مفهوم؟ هارت يعمل اريثميا يعمل حاجه اسمها دورسال دي بوا ريتيكولار تاكي كارديا اريثميا. نقص الكالسيوم بالنسبه لي السكين يعمل ديسكوميشن. فاكرين الكالسيوم كان بيخش في الانترسيلولار سيمنت؟ لو الكالسيوم مش موجود السيلز هتبقى لوس اتاتش تو ايتش اذر وتعمل ديسكوميشن. ما دام فقدنا السكين وي ار لايبل فور مونيليان انفكشنز. العيال يجي له بريتل نيلز والتيث يبقى فيها جروفز او ترانسفيرس فايلز. مفهوم ولا لا؟ العلامات دي مش هتبقى موجوده الا في العين عنده ايه؟ decrease total cancer. Definitely you have the clinical picture of the underlying investigation. بقى بصوا لي انا هقول لكم الانفستيجيشن بنعملها ازاي. كده كده جالي عيان بيشتكي من attacks of tetanus. هطلب serum calcium. هطلب منه يعمل لي serum calcium. Total ionized. حطوا منه سيروم ماجنيزيوم. حطوا منه ايه؟ سيروم كالسيوم توتال وايونايز وماجنيزيوم وارتيا بلد جاسز ارتيا بلد وكالسيوم ان يورين. حطوا بالعيال يعمل ايه؟ سيروم كالسيوم توتال وايونايز وماجنيزيوم وهتجيب لك جاسس والكالسيوم يوعي. ليه بقى؟ بصوا ليه؟ أول ما يجيب لي نتائج بقى أبص على التوتال كالسيوم لقيت التوتال كالسيوم مغطي. التوتال كالسيوم إيه؟ أبص على الكالسيوم إن يوعي. لو لقيت التوتال كالسيوم مغطي والكالسيوم إن يوعي عالي يبقى ده إنكريز لوس. فاهميني ولا لأ؟ لقيت الكالسيوم في الدم مغطي بس الكالسيوم إن يوعي عالي يبقى عندي عنده هايبوكالسيميا لانه بياخد كالسيوم من يورين. لقيت الكالسيوم في الدم واطي والكالسيوم في البول واطي. ادمنشت انتيك يا اما ديكريز ابزوربشن يا اما ديكريز ديبوزيشن ان بول. الديكريز انتيك هيتعرف من الهيستوري. ستارفيشن increase deposition in bone اكيد ده طالع لسه من العمليات. تبقى واضحه من الهيستوري. معايا ولاد ولا لا؟ فبالتالي لو ما لقيتش هيستوري بتاع starvation ولا هيستوري اوف سيرجري يبقى اكيد ده ديفكت في الاب. حد فاهم الدكتور بيفكر ازاي؟ تاني؟ عملت توتال كالسيوم لقيت واطي. يا اما decrease intake، decrease absorption، increase excretion الكيس دي بوزيشن امبور. لو لقيت الكالسيوم ان يورين عادي ده اكسبريشن. لو لقيت الكالسيوم ان يورين واطي الدمنشت انتيك والانكريز دي بوزيشن اوف بون بيتعرف من الهيستوري. لو ما لقيتش هيستوري او دمنشت انتيك ولا لقيت هيستوري اوف هانجري بونس اند جو يبقى اكيد المشكله مال مفهوم؟ اوكي يا ولاد. طب لو
لو لقيت الدكتور كالسي نورمال ابص على الايونايز عرفت؟ لقيت الايونايز قليل ابص على الاطير ده كاس هلاقي الكالوسس مش كده ولا لا؟ ولقيت التوتال كالسيوم نورمال بس الايونايز هو الواطي يبقى ابص على ايه؟ طب طلبت منه اطير ده كاس هلاقي الكالوسس. لو لقيت الكالسيوم ما فيهوش مشكله هتبقى المشكله نقص مغنيسيوم حاجه ثانيه. اكتر حاجه واضح ولا مش واضح؟ العلاج ازاي تعالج عيان عنده ديفت على حسب اصله ولا لو جاي العيان ده عنده كونفولشنز هدي له كالسيوم انترافينس 10 ملي 10% على 10 دقائق اوعى تدي كالسيوم انترافينس لابل يحصل لك كارديك اريست لازم يتاخد على مدى 10 دقائق 10 مللي 10% سوليوشن على 10 دقايق ولو ان ديفت كاتب 20 مللي لكن ايه anyway, احنا الكتب كلها 10 واضح؟ لكن لو انا عيان ما عندوش اكتف كونفولشنز هديله اورال كالسيوم واكتف فيتامين دي. الاكتف فيتامين دي اسمه في السوق 1 الفا ده فيري فيمس دراج بيستخدموه عيانين رينا فيلر كلهم. كل العيانين اللي على دياليسيس اللي عنده رينا فيلر بياخد 1 الفا. اند فاينل هيبقى عندنا ايه؟ حبايب الترامين ليفر كوز تخصصهم مفهوم ولا لا؟ طيب في مربع هننطه دلوقتي هو سودو والسودو سودو دي مش غلطه مربعيه يا ولاد سودو هايبوباراثايرويديزم والسودو سودو هايبوباراثايرويديزم مش غلطه مربعيه هتسيبه دلوقتي هنقوله بعدين هنقوله في وقتها خلاص اللي يهمني في الديتا دي هو الكوسس الايتيولوجي بس